اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ معكم راني واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم نقرا بكتاب تعلم مكتبه الاوبن جي ال. هلا نحن صرنا في الدرس اللي بيحكي عن اول مثلث بنرسمه في باستعمال الاوبن جي ال، رسم ثلاثي ابعاد. طبعا المثلث اكيد ثنائي ابعاد، بس نحن بنحكي ك يعني الفضاء اللي بيشتغل فيه فضاء ثلاثي ابعاد مش ثنائي ابعاد. اوكي، فبالاوبن جي ال كل شيء اوكي. وهون بس خلينا نحكي عنوان شو اسمه، يعني هو بيستعمل هالو تريانجل. مثلا كنت تتعلم اول تتعلم برنامج بالسي بلس بلس كنت تكتب هالو وورد، برنامج هالو وورد. فهون بحكي عن هالو تريانجل، بس انه شو، بدل ما تكتب كلمه هالو تريانجل عم نرسم تريانجل، نرسم مثلث يعني. تمام، فهذا برنامج مرحبا يا عالم، فهون مرحبا يا مثلث، فاول مثلث رح نرسمه. طبعا فبقول لك بالاوبن جي ال كل شيء هو موجود في فضاء ثلاثي ابعاد اوكي، لكن الشاشه عندك اياها بتيجي مصفوفه ثنائيه الابعاد من النقاط الملونه اللي هي البكسل. البكسل يعني بيجمنت سيل، بيجمنت يعني لطخه اوكي، او لون هون بمعنى اوكي. هون بالنسبه لنا لون، بالحياه العاديه هي معناها كمان لطخة اوكي، وسل يعني خلية. فبصير بس تختصرها هيك بيج سيل اوكي، بيجمنت سيل، فتشوف بصير صار له بيكسل دغري. تمام، فهي بتكون الشاشة عندك او النافذة اللي عم ترسم عليها زي اي برنامج تشوفوه نافذته، هو بيكون ثنائي شو اسمه، يعني مصفوف ثنائية الابعاد من البكسلات اوكي. لذلك قسم كبير من العمل تبع الاوبن شغل الاوبن جي ال هو بيكون عن تحويل واسقاط الاحداثيات ثلاثيه الابعاد الى احداثيات ثنائيه الابعاد الخاصه بالبكسلات. عرفت كيف؟ يعني هذا هو التحويل اللي بيتم اوكي، اللي هي لازم تلبق على الشاشه بتاعتك اوكي، يعني لازم تشوف خلال الشاشه تبعتك. بعدين عملية تحويل الأبعاد ثلاثية الأبعاد لثنائية الألوان ثنائية الأبعاد، عملية تحويل الرسمة ثلاثية الأبعاد إلى شو اسمه، إلى مصفوفة ثنائية الأبعاد من الألوان أوكي، هي يتم إدارتها من خلال ما يسمى Graphics Pipeline تبع الأوبن جي ال. Graphics Pipeline لما نحكي عن Pipeline يعني زي خط النفط أوكي، خط العمل زي ما بقولوا، زي كيف خط الانتاج اذا بدكم تسموه، كيف خط الانتاج بالمصانع. كل مره بيطلع، كل مره بتمرق مرحله ورا مرحله ورا مرحله. فهون في خط الانتاج تبع الرسوميات، تبع الرسوميات جرافيكس بايب لاين اوكي. هلا لما نحكي عن اويل بايب لاين بتكون عم تحكي عن خط انابيب النفط اوكي، بس هون احنا بنحكي البايب لاين المفروض هي الاقرب هو برودكشن لاين اوكي، لان انت خط انتاج، هو كل مره بمرحله تمرق شيء بصير في شيء ثاني. طيب، وهي العمليه لانه خط الانتاج بيتم انه مثلا بتكون انت يعني مثلا واحد بركب الدولي بيخلص بياخذ السياره بعدها، بخلص عليها الدولاب، واحد دولاب ورا دولاب بيكون عم بيسلم هو، بس يخلص الدولاب مثلا بالسياره، واحد ثاني بركب المحرك وهالمجره طق 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 طق. عرفت كيف؟ واحد ثالث بياخذ اللي ورا منه، هيك بالدور ورا بعض، بس كل واحد مستلم نقطه معينه ومرحله معينه فقط، ما بيعمل غيرها، وهذا بسرع الانتاج كثير. طيب هلا الجرافيكس بايب لاين ممكن يقسم، ممكن يقسم الى شو اسمه قسمين كبار اوكي. الاول هو بيحول احداثيات ثلاثيه الابعاد الى احداثيات ثنائيه الابعاد، والقسم الثاني بيحول ثنائيه الابعاد الى شو اسمه الى النقاط الملونه الفعليه على الشاشه اوكي، البكسلات الفعليه اللي انت بتشوفهم فعلا في النهايه، يعني النتيجه بالاخر، النتيجه النهائيه الاخر على الاخر. فبهذا الفصل نحن راح بشكل مختصر اوكي، بشكل موجز نشرح ونناقش شو اسمه خط انتاج الرسوميات في جرافيكس بايب لاين، وكيف نحن فينا نستعمله لصالحنا اوكي، حتى يعني نخلق بكسلات كتير حلوة. تمام، هيك موضوع حلو وجذاب اوكي، فانتازية فيها يعني. فاذا
فإذا خط إنتاج الرسوميات ممكن أو بياخد مجموعة يعني كإدخال أوكي مجموعة من إحداثيات ثلاثية الأبعاد، وبيحول هاي الإحداثيات إلى يعني إلى بكسلات ملونة على مساحة ثنائية الأبعاد طبعا على الشاشة. فإذا الخط الإنتاج هو ممكن يقسم إلى أو البايبلاين هو ممكن يقسم إلى عدة خطوات، بحيث أنه كل خطوة تحتاج أنه يكون الإخراج تبع الخطوة السابقة كإدخال تبعها، مو بس عم نشرح شو البايبلاين. فكل هاي كل من هاي الخطوات بتكون شو اسمه يعني عندها خصوص تخصص كثير عالي اوكي او مخصصه بشكل عالي، بحيث انه كل وحده يكون لها وظيفه واحده. مثل ما حكينا واحد بركب محرك، الثاني بركب الدوليه، الثالث بركب، كل واحد له دور عبين ما تطلع معك السياره كلها. انتوا كيف على خط الانتاج؟ فنفس الشيء هون، بس هون المشكله انه انت بالسياره عم تنتجها بحيث انه كل قطعه لحال. لا، هون بالكمبيوتر بصير انه انت بتطلع معك الثلاثية الابعاد، بيطلع منها بتحول الاسقاط تبع الثنائية الابعاد، انك تطلعها على صورة ثلاثية بدك تشوفه من وجه واحد، مش كل الاوجه فيك تشوف فرد صاحبي فرد اللحظة اوكي. فاذا بيطلع عندك صورة واحدة اوكي ثنائية الابعاد من ثلاثية الابعاد، هيك عرفت الشكل. هلا بعدين بدك تصير تلون، فاذا كمان حسب الإضاءة وحسب هذا كمان هو المعطيات، فهدول اللي بيبقوا معك بترد ببعتهم مرة تانية كإدخال على الفنكش على المرحلة اللي بعدها. يعني أنت ما عندكش مجال بس تركب دولاب وخلصنا، ركب محرك وخلصنا، لا، تركيب الدولاب شو ما بينتج عنه وتبعته للمرحلة اللي بعده، بتاخدها هي بتستفيد منها الإنتاج هذا أوكي. وشان هيك بقول لك البايبلاين بيكون خط الإنتاج أو خط الأنابيب بيكون إنه واحد بيعطي الثاني أوكي. نتيجة الأول نتيجة السابق بتكون إدخال للنتيجة الحالية، عفوا نتيجة الأول بتكون إدخال للمرحلة الحالية، عيد نتيجة السابق بتكون هي شو إدخال للمرحلة الحالية. ولأنه بسبب يعني طبيعتها اللي بتشتغل بطريقة متوازية أوكي، شو اسمه يعني كرة الشاشة تبعية هالأيام عندها العديد أو الآلاف من يعني أنوية المعالجة الصغيرة أوكي جدا، حتى تعالج الداتا بشكل سريع في داخل الخط الإنتاج الرسومي أوكي في الجرافيكس بايبلاين. فإذا أنوية المعالج هون بتشغل برامج صغيرة على كارت الشاشة أو على المعالج الرسومي على الجي بي يو لكل خطوة من الخطوات داخل خط الإنتاج أوكي على خط الأنابيب هون. فإذا هاي البرامج الصغيرة هاي اسمها شيدرز، الشيد معناها الظلال أوكي، الظل هون شيد معناها الظل أوكي، مش الخيال، الظل في فرق أوكي. فهون الشيدرز هي اللي بتعمل الظلال، وبالتالي لما بتعمل ظلال بتعمل الوان. يعني انت كيف يسموها؟ احنا بنقول لهم شيدرز، خلص ريح راسك، اسمها الشيدرز بالانجليزي هون تمام. بعض من هاي الشيدرز هي بتكون وبركز على كلمه استعمال شيدرز لانه في كمان شيء اسمه الاي اس ال اوكي، الامبيدد شيدر لانجويج اوكي، فعشان هيك بنحكي عن الشيدرز اوكي. فبعض من هاي الشيدرز بتكون قابله للاعداد من خلال يعني مطور بيقدر يعمل لها اعداد، اللي هي بتسمح لنا انه نكتب الشيدرز تبعيتنا اوكي ونبدل الشيدرز الافتراضيات اللي جايين مع كارت الشاشه يعني اوكي. فهذا بسمح بيعطينا يعني تحكم اعلى دقه اوكي عبر اجزاء معينه من خط الانتاج عندنا هون. ولانه هن بيشتغلوا على معالج الرسومي
هن فيهم يوفروا علينا يعني وقت كتير من اللي مفروض، يعني هو مفروض الشغل اصلا يصير على المعالج الرئيسي المركزي تبع الكمبيوتر كله، بس هيك انت لما تحط الشغل صار عند كرت الشاشة وفي معالج مخصوص للرسوميات خاص بشيل الحمل عن السي بي يو، وهذا المقصود على المعالج الرئيسي. شايف كيف؟ فالشيدرز بيكون مكتوبين بشيء بنسميه اوبن جي ال شيدنج لانجوج. شايف في لغه مخصوص، كنت عم بحكي عن اي اس ال، ما هي نفس الشيء يعني. اوكي فبس هي للموبايل وهيك اشياء، اوكي اي شيء شبه الموبايل. فعندك الاوبن جي ال شيدنج لانجوج اللي هي لغه التظليل تبعت اوبن جي ال، فاختصارا بنقولها جي ال اس ال. اوكي وراح راح نمرق على هذا الشيء بالفصل القادم. اوكي هلا هو شو اسمه يعني الشيدرز بيجي بعدين 42 صفحه 42. هلا بقول لك هون تحت راح تشوف يعني تمثيل مجرد هيك تخيلي اوكي عن كل المراحل التبعيت خط الانتاج الرسومي جرافيكس بايب لاين. ولاحظ انه الاقسام الزرقاء بتمثل الاقسام اللي نحن من نحقن فيها ومندخل فيها الشيدرز تاعونا. اوكي فهون في عندنا الفيرتكس داتا يعني النقاط تبعيت المثلث تبعتنا، فبطلع عندك لستة من نقط. اوكي بتطلع عندك شو فيكتور من نقط، تمام. فانت بتبعتها وبعدين بتروح على الفيرتكس داتا. خلينا نمشي معه بطريقته في شرحها. فانت مثل ما شايف الجرافيكس بايب لاين بيحتوي على عدد كبير من الاقسام اوكي اللي بتعالج جزء معين اوكي مخصص من تحويل الداتا تبعتك. الفيرتكس داتا، الفيرتكس يعني الرؤوس الزوايا اوكي ماشي. فيرتكس داتا لا تحصل على شو اسمه على بيكسل مشكله بلون كامل والى اخره. اوكي ف نحن راح نشرح بايجاز كل جزء من اجزاء خط الانتاج من البايب لاين من مسار هون رسومي حتى بطريقه مبسطه حتى نعطيك نظرة عامة جيدة عن كيف يعني خط الانتاج بيشتغل، تمام. ف كادخال شو اسمه خط الانتاج الرسومي، كادخال على خط الانتاج الرسومي نحن بنمرق لستة من احداثيات ثلاثية الابعاد اللي هي لازم تشكل مثلث بلستة نحن بنسميها هون vertex data. اوكي والvertex data هي شو اسمه تجميعة من الvertices، وvertex معناها ترويس يعني مثل الراس هون. اوكي اي شيء زاوية هيك بسميها vertex هاي، تمام. زي قمم صغيرة هيك، زي مثلا هاي الزاوية، هاي النقطة، كل نقطة بتشوفها بالمثلث هي vertex، مش بس بالمثلث بأي شكل، تمام. ممكن يكون عندك شكل مدبب يعني تدبيب بشي مطرحه، فهي فيرتكس. اوكي فهو وسط التدبيبات ببعض، فهمت كيف؟ كل المدببات اللي عندك اياها بوصلوا ببعض. اوكي وكيف طريقه التوصيل بتعتمد على طريقه الفانكشن اللي استعملته للتوصيل. اوكي هلا الفيرتكس، خلينا نستعمل كلمه فيرتكس هون شوي. فهي الفيرتكس هي تجميعه من الداتا بكل احداثيه ثلاثيه الابعاد. فمعلومات الفيرتكس هون بتكون ممثله باستعمال ما يسمى الفيرتكس اتريبيوتس، يعني خصائص الفيرتكس. اوكي خصائص الزاويه هاي او النقط اللي هي ممكن تحتوي اي معلومات نحن بحاجه او بتعجبنا. اوكي حاجه لها وبتعجبنا. فلكن للبساطة خلينا نفترض انه الفيرتكس بس بيحتوي على فقط شو اسمه مكان معين
ثلاثي الأبعاد بإحدى، عرفت كيف؟ في موقع معين ثلاثي الأبعاد، وشي شو اسمه؟ شي لون معين، أوكي؟ قيمة للون معين، ماشي؟ هلا بقول لك لحتى الأوبن جي ال تعرف إنه يعني لحتى تعرف او يعني حتى تعرف اوبن جي ال شو حتى تعمل من التجميع تبعتك من الاحداثيات وال قيم الالوان يعني شو بدك تعمل فيهم. يعني اوبن جي ال بتطلب منك انك تعطي تلميح او ملاحظه شو انواع او شو نوع شو انواع التشكيل اوكي اللي انت حابب تعمله مع الداتا، اوكي؟ ف احنا بحاجه مثلا انه تجميعها تنزل كنقط ولا تجميعها من مثلثات، ولا مثلا حابب تعمل خط طويل اوكي فرد سهل يعني كيف مش مثلث يعني مش مسكر بس عندك ثلاث نقط مش بدكش تسكرها تعمل مثلث خالص بدك تعمل خط واحد اوكي. ف هاي الملاحظات بسموهم اوكي او التلميحات بسميها البريميتيفز الاوليات البدائيات بريميتيف اوكي. يعني اذا كانت تحكي عن شيء بعصر الحجري بس انه مش عصر الحجري يعني هو هيك لانه انت بالاوبن جي ال بالاول عم تبلش بعدك اوكي. ف وهن معطيين للاوبن جي ال بينما عم تطلب اي امر من اوامر الرسم اوكي. بعض من هاي التلميحات مثلا في عندنا وحده بسميها جي ال بوينتس، في عندنا جي ال تريانجلز، في عندنا جي ال لاين ستريب اوكي ماشي. طيب هلا الجزء الاول من خط الانتاج هو الفيرتكس هيدر الفيرتكس شيدر عفوا اوكي، يعني هو اللي بيعطي الالوان اوكي، اللي هو بياخذ كادخال نقطه واحده فيرتكس واحده. بعدين الهدف الرئيسي من الفيرتكس شيدر هو انه يحول الاحداثيات ثلاثية الابعاد الى احداثيات ثلاثية الابعاد اخرى اوكي. وراح يحكينا بعدينها عن الموضوع لاحقا. والتحويل هذا يعني بتفهموه كتحويل رياضيات، هن ما بيقصدوا تحويل زي ما انت مفكر انه والله بحول زي مثلا واحد بيكون مثلا كوكا كولا بقلبها ل شو اسمه لانك ماي، لا مش هيك اوكي. التحويل انه عندهم هي انا بقول لكم اياها من هلا وبيحكي عنه لاحقا، بس تحويل بالنسبه لهم بالرياضيات انه الشكل يا شو اسمه يا بتنقله من مكان لمكان يا بتكبره بتعمله تضخيم. يعني مثلا مثلا لو عندك خط 3 سم بتعمل مثلا 6 9 سم اللي بدك اياه، كيف هيك ماشي. بس مش تاخذني على الرقم يعني لانه بكبره، فهمتني كيف؟ بيعمل تكبير للشكل، او مثلا بيعمل له استداره يعني بيكون واقف مثلا بزاويه صفر على زاويه من الافقي، بعدين بتبره مثلا بتعمل دوره مع الافقي خط الافقي مثلا شيء 30 درجه او 60 درجه بدك اياه، تمام؟ 90 درجه مثلا بدك اياه، اوكي؟ فهي التحويلات اللي بيحكي عنها هو، تمام؟ وهي بتتم بعدين من خلال ضرب المصفوفات، اوكي؟ طيب شو علاقة ضرب الصفات بالموضوع؟ انك انت حتاخذ كل يعني هي ثلاثية الابعاد، فاذا في عندك ثلاث قيم، الثلاث قيم هو اللي بيحددوا مكانك في او موقعك في الفضاء الثلاثي الابعاد، فانت اذا كسيت تتعاطى مع كل نقطة كل احداثية من او من كل الاطراف الثلاثة تعرف مثلا يا بتزيد عليه هون يا بتنقص منهم، هيك بيكون عم بتزيح النقطه مكان لمكان، يا بتضرب بقيمه ثابته فبتكون هيك عم بتكبر الجسم، تمام؟ اذا الاستداره بدها تصير في عمليات تتعلق في حسابات المثلثات بالساين والكوساين، انا هون نسيها الفورمولات بس في فورمولا ان شاء الله، تمام؟ عشان هيك بقول لكم كثير مهم تتعلم اوبن جي ال مشان امور تتعلق في الرياضيات والرسوميات، تمام؟ فهيك بيكون تطبيق مباشر على الرياضيات اللي انت بتاخذها. طيب أه
وبعدين الفيرتكس شيدر عم بقول لك هون انه بسمح لنا انه نعمل بعض المعالجات البدائيه اوكي على الفيرتكس على خصائص الفيرتكس على خصائص النقطه الواحده. طيب هلا عندنا هون اول شيء البريميتيف اسامبلي، التجميع الاساسي الاولي البدائي اوكي. هاي المرحله بتاخذ كادخال كل النقاط او نقطه واحده اذا جي ال بوينتس كانت اختيرت بالكود، حطيت فيه خيار انه بتقول له هذا هلا الرسم بده يكون جي ال بوينتس مش جي ال لاينز ولا جي ال تراينجلز اوكي. ف من الفيرتكس شو اسمه فتاخذ كادخال كل فيرتكسز من الفيرتكس شيدر اوكي، اللي هو اللي هو بشكل يعني شكل بدائي اوكي، وبعدين بجمع كل النقط بهالشكل البدائي الى شكل بدائي كامل تمام. وبهالحالة عندنا مثلث مثلا اوكي. ف الاخراج تبع او النتيجة تبعيت مرحلة التجميع البدائي اوكي، هون primitive هون بيحكي عن الشكل البدائي اوكي. فمرحلة تجميع الشكل البدائي هو يمرر الى الجيومتري شيدر اللي هو الشيء بيعمل تلوين للشكل الهندسي. فالجيومتري شيدر بياخذ كادخال مجموعة النقاط من الشكل البدائي اللي طالع معك، مثلا عندنا الشكل الاول يعني مثلث تمام، وعنده القدرة انه يولد اشكال اخرى عبر حذف نقاط جديدة او ترويسات جديدة او فيرتيسيز جديدة حتى يشكل شو اسمه اشكال هندسيه بدائيه اوليه اوكي او جديده او غيره اوكي غير الموجود. فهذه بهالحاله اللي احنا مش قايلين فيها كمثال هي بتولد مثلث ثاني اوكي بناء على الشكل الموجود اوكي او الشكل المعطى. فالشكل الهندسي او شكل عفوا نتيجه جيومتري شيدر يعني المظل الهندسي هون او ظل الاشكال الهندسيه هون هو لاحقا يمرر الى ما يسمى الراسترايزيشن ستيج. الراستر هو تقريبا زي شبكه الالوان هون عرفت شو، واللي هي اوكي بتربط الشكل الهندسي البدائي اللي ناتج معانا بالبكسلات اللي لازم تطلع معك على الشاشة اوكي. يعني كل نقطة وشو لازم تتلون كيف الالوان تطلع، اذا كان عندك مثلا تريانجل اذا الخط خطوط الاضلاع تبعون التريانجل لازم يتلونوا اوكي، فبدك تلونهم فبدك تعمل طريقة مرحلة للتلوين اذا بدك تسميها هيك مرحلة التلوين اوكي. وهيك بتكون بتولد مثلث ثاني مبني على المعطى على الشكل المعطى اوكي. فنتيجة المظل الهندسي هون هي بعدين ممررة الى مرحلة الراسترايزيشن اوكي مثل ما حكينا. وشو اسمه فمهم تتلون الصورة معك ماشي. وهذا الشيء اوكي على الصورة الجديدة الأخرانية يعني النهائية بينتج عنه ما يسمى الفراجمنتس الشقف القطع اوكي الكسور اوكي لا حتى استعملها الفراجمنتس فراجمنت شيدر اوكي اللي هو مظلل الكسور. ما انت عندك رسم ثلاثي الأبعاد حتى لو عم تحكي عن مثلث مش كله راح يبين، جزء منه راح يبين عرفت كيف؟ ففي جزء هو حينعكس عندك على او يعمل له اسقاط على الشاشه اوكي. فهذا لازم يمرق بمرحله بعد ما يطلع اول شكل بس تعمل انت الثنائي الابعاد تبعته، وهذا كمان لازم تاخذ ثنائي الابعاد بعدين ترد تلونه اوكي. وهي هي الكسر اللي بتاخذه انت من الصوره كلها تمام. فقبل ما شو اسمه مظللين الفراجمنتس مظللين الكسر هون اللي طالع معك يشتغلوا
شيء بنسميه الكليبنج، القص هون بياخذ له قصه، عرفت شو؟ بياخذ كليب يعني، انت مش كل الصوره ببين معك، تاخذ قصه منها، اوكي؟ فبتكون هون الكليبنج عم تنفذ، اوكي؟ فالكليبنج يعني هو اللي بقص من الجسم بحيث جسم ثلاث الابعاد، بحيث انه شو يعني، خلينا مثلا نفرجيكم اياه، طلع كيف. هلا بس انا جي الاكس جيرز، طلع كيف. انت شايف هون بس الظهر مش شايفه كيف يعني، اذا انا برمت هيك شوي، شايف كيف؟ بجي ما احرك مقسم الصوره، فهمت شو؟ هذا الجنب اللي على اليمين وعلى الشمال ما عاد شفتهم، هول بنقصه. فهذا القص كليب، هذا اللي عم بيعمله، اوكي؟ كلمة كليب انك تعمل شو اسمه مقطع. هول القطع اللي عم بصير، بس كيف ما بحرك، كل ما بحرك بيعمل قطع مختلف، اوكي؟ قصة مختلفة ثلاث ابعاد، حتى اللي بعدين تصير عندك تبين هيك مثلا ثنائيه الابعاد، يعني اذا واجهتها كامله مثل ما هيك انا هلا شايفه، يعني انت الوجه الخلفي هذا ما بتشوفه، هذا بقصه من الصوره، اوكي؟ طيب فهذا هو اللي عم بيحكي عنه هو. فكونه الكليبنج بي يعني بس بجيب الشقفة اللي هي لازم تتلون، اوكي؟ فإذا هذاك ما عاد له حساباته، ما شو بدي فيه؟ خلص ما شو حتلون. هو هذاك، فأنت هيك بتسرع العملية على أساس أنك أنت بس بتلون الشقفة اللي حتشوفها، الشقفة اللي ما حتشوفها مخفية بتقصها من الصورة، خلص شو بدك فيها؟ اوكي؟ ما عادش بتدخلها في عملية هذا. ففي خوارزمية هي حتحسب لك مين هن الشغلات اللي حتبين بالصورة، مين الشغلات المخفية، فهمتنا كيف؟ واللي مخفي بدناش نلونه. فبقول لك الفراجمنت او الكسر في اوبن جي ال هو كل الداتا المطلوبه لاوبن جي ال حتى شو اسمه تشكل يعني نقطه ملونه على الشاشه اللي هي البكسل، تشكل بكسل واحده. فالهدف الرئيسي من الفراجمنت شيدر، اوكي، هو انه يحسب اللون النهائي تبع البكسل. ما هو ممكن يكون في مثلا شيء زي شوي شفاف وورا منه شيء اسود، فهمتوا كيف؟ فعندك شيء عرمادي وعلى اسود، كيف ببينوا على بعض مثلا؟ اوكي، يعني نجي لكس جيرز، طلع هلا انت شايف هيك مش هيك؟ هلا بس برمها انا، طلع كيف الاخضر على احمر. طب هذا اللي ورا مطرح الاخضر ورا اوكي بالصوره، تمام؟ هذا شو ماله هذا؟ اوكي، طب ليش انا بس عم شوف الاحمر من هون والاخضر؟ صار نص اخضر ونص اخضر هون وبالنص في احمر، فهمت شو قصدي؟ فانت بدك تشوف اذا اي لون بالاخر حينحسب، يعني المفروض هون تشوف في اخضر وفي احمر، اي لون بدك تشوف؟ تشوف الاحمر بتشوف الاخضر، لان انت مش لازم تشوف الاخضر، اوكي، لانه مخفي ورا، اوكي؟ بس اذا حركتها هيك بلش تشوف الاحمر والاخضر، عرفت كيف؟ انه يعني هلا موقفها هيك بالنص، شايف انت شو؟ اخضر على اليمين، اخضر على الشمال، واحمر بالنص، بس انا هيك شايفين كيف؟ بس مبين بس الاخضر اللي على اليسار، اوكي، والاخضر الاخضر على اليمين ما عم بين، فهمتوا كيف؟ فبغطي عليه الاحمر، فهو الحسابات هاي هي بتقول لك كيف شو اللون اللي لازم يطلع، اوكي؟ طيب هلا هلا عادة الفراجمنت شيدر بيحتوي على الداتا شو اسمه داتا عن 3D scene، عن مشهد ثلاث الابعاد اللي هي ممكن تستعملها حتى تحسب اللون النهائي للبكسل، اوكي؟ مثلا الاضاءة، الظلال او الخيالات، قديش لون الضوء اللي مارق والى اخره، اوكي؟ وطبعا هي العمليه هي وين كل الاشياء المتقدمه في اوبن جي ال بتحدث، تمام؟ بعد كل هذا اللون او قيم اللون المناسبه بتكون انحسبت، اوكي؟ وبعدين الجسم النهائي راح بعدين يمرق بمرحلة
وحده اضافيه، اوكي، اللي هي ممكن نسميها الالفا تست او البلندنج ستيج، اوكي، الخلط هون، بلندنج يعني خلط، كيف تخلط البلندر، خفاء الخلاطه، مش الخفاء الخلاطه، اوكي، المكسر، اوكي. الالفا تست هون اختبار اشعه الفا يعني، اوكي، مشان الالفا العلاقه ب بما يسمى بالانجليزي ترانسبرنسي او الشفافيه، تمام. فهاي المرحله بتتحقق من العمق، اوكي، او ما يسمى ستانسل، قيمه العمق، اوكي، وهذا راح نوصل له لاحقا. او تبعون العمق تبع مين؟ تبع شو اسمه البكسل الملونه، اوكي، الفراجمنت هون، الكسر الملون. وبعدين بستعمل هدول حتى يتحقق اذا ان الكسر اللي مبين للاخر، اوكي، هو جاي خلف شيء ولا بعد ولا قدام شيء من الاشياء، اوكي، قدام شيء جسم ولا ورا شيء جسم، يعني مثل جالكسي جيرز مثلا هون، هل يعني هل وين صارت الدولاب الاحمر؟ سنة الاحمر، اوكي، العجله الحمراء، اوكي، هل ورا الاخضر؟ قدام الاخضر، فانت بس احسبها بدماغك، بحرك انا وين كل وحده وين بتصير ورا شيء. طيب هلا وهدول اللي صايرين ببينوش كمان بحسابك، كمان انت لازم تخسفهم، يعني ليش بدك تحطهم مع الحساب الرياضي اللي علاقه بانه تشكيل الصوره، تمام. يعني مثلا عندنا هون الاخضر ورا مش كله مبين، ولا الازرق كله مبين، تمام، ولا الاحمر كله مبين طبعا، فهدول بحساباتك بدك تشيلهم، فهمت كيف؟ طيب هلا كمان هاي المرحلة بتتحقق من قيم الألفا، أوكي، اللي هي بتحقق قديش الجسم غامق أو معتم أو شفاف، فهمتني كيف؟ وبعدين بتخلط الأجسام بالتالي، أوكي، يعني أنت هلا صرت تركب الإنسان الأزرق على الأحمر على الأخضر، أوكي. وإذا حتى لو شيء يعني لون البكسل هو محسوب بالفراجمنت شيدر، اللون النهائي تبع البكسل ممكن يكون شيء مختلف تماما عن تشكيل شو اسمه عدة مثلثات، تمام. فمثل ما انت مثل ما عم تشوف شو اسمه يعني خط الانتاج الرسومي بالجرافيكس بايب لاين هو شو اسمه كثير معقد، وبعدين بيحتوي على العديد من شو اسمه الاجزاء القابله يعني الاعداد، اوكي، ولكن لمعظم هاي الحالات نحن لازم ان شو اسمه لازم نشتغل مع الفيرتكس والفراجمنت شيدر، اوكي. فالشغل مع الجيومتري شيدر هو شيء اختياري وعادة بينترك للشيدر الافتراضي. هلا تسليشن ما عرفتهاش، في مرحلة اسمها يسموها تسليشن، بس خلينا نطلع على النت. يعني انك تزينها بطريقه الفسيفساء، في مرحله هيك فسيفساء بتمر فيها، اوكي. ففي مرحله هيك تزين بطريقه الفسيفساء، وشو اسمه وفي كمان ما يسمى ترانسفورم فيدباك لوب اللي احنا هون ما حكيناش عنهم، هذه رح تكون شغله لبعدين، تمام. ترانسفورم فيدباك لوب يعني في عندك هيك
تعمل تغيير الاشكال من تكبير وتصغير وتنقل وهيك، في فيدباك لوب يعني، بيكون في ردة حلقة، بتعمل حلقة بتضل شغالة، هاي بتعمل ردة فعل بس شو بصير بس انت تعمل يعني بس تعمل التحويل هذا. اوكي هلا بي اوكي كل هذا بعدنا باول صفحتين. طيب فبي يعني مودرن جي ال، مودرن اوبن جي ال، اوبن جي ال الحديثه، نحن مطلوب منا انه نحدد على الاقل فيرتكس وحده، ترويسه وحده، نقطه وحده، وكمان فراجمنت شيدر من حالنا. بقول لك ما في هون فيرتكس وفيرتكس او فراجمنت شيدرز على جي بي يو افتراضيات، اوكي؟ لهذا السبب هو عادة من الصعب انه نتعلم اوبن جي ال الحديثة، لانه جزء كبير من المعلومات المطلوبة، جزء كثير من المعلومات هو مطلوب ومن العلم يكون مطلوب قبل ما نكون قادرين انه نرسم اول ونشكل اول مثلث. اوكي بمجرد ما انت توصل لمرحلة انك تشكل اول مثلث لك على نهاية هذا الفصل، راح تنتهي بانك تعرف كثير عن البرمجة لاجل الرسوميات. اوكي وبرمجة الرسوميات ماشي. هلا هون بلش يحكينا كيف ندخل نعمل داتا لفيرتكس. اوكي فبتعمل لستة من ارقام شو اسمه، هو اللي عم بتذكرهم هلا، انا هلا بنمر على الكتاب بس انا بتذكرهم، بيعمل لستة. هلا بصير بيقول لك هون هاي كل ثلاث نقط هون بقلب كل ثلاث ارقام بيعتبروا نقطة. اوكي عشان هيك بصففهم بهالطريقة، هي لستة ارقام عادية بس انت بتعطيهم ل فانكشن بعدين مشان الفيرتكس. اوكي بس خليني اقول لكم اياها، جيل جيم جيم بافرز. اوكي هون شو عمل الفيرتكسيز، بس خليني بس لحظة شوي، هي بفر داتا شايفها كيف؟ جي ال ستاتيك درو بدي اعمل الرسم. اوكي ستاتيك درو، فكيف بدي اقرا هاي الفيرتيسيز وبعدين سايز اوف فيرتيسيز حجم اللستة، وبعدين بحدد جي ال اري بفر، بيعمل اري بحط فيها الداتا، وبتكون فلوتس فبكون بحدد محلاتهم بطريقة بالفواصل، عرفت كيف؟ طيب فهيدي ال هون راح اوقف بنكمل بعدين. تمام سلام.